الإسماعيلي أول فريق بيفوز ببطولة إفريقية في مصر قدام الإنجلبير. الإسماعيلي هذا الاسم والتاريخ هو مصدر متعة على طول الوقت، يعني ما كل ينفع الوقت، جماهيرية وشعبية، ده كل احنا الوقت بنتنشأ على الأندية الشعبية. كل الوقت وعلى مر العصور النادي الإسماعيلي كانت أجمل كرة في مصر وعلى مر العصور. أنا واحد من الناس، لا قلت أول ما دخلت النادي الإسماعيلي اتعلمت لعب الكورة، في حاجة معينة، في حاجة كان في يعني حاجة كان في حاجة مختلفة كده. يعني كان في يعني أنا في وقت من الأوقات اللي هي الفترة اللي حضرتك كنت موجود فيها في الفرقة، بركات وعماد النحاس ومحمد اسلام عبد الله الشاطر واسلام الشاطر وسيد والاجيال معوض اللي بعديها واحمد بقى فتحي وحسني وبعديها وحمص وبعديها عبد الله السعيد والاسماء الكتيره اللي هو حمص قبليهم والكلام ده كله، كنت احس ان والله العظيم ثلاثه اللعيب بيترمي وسطيكو لو هو يعني مهارته على قده بيقلب ميسي، بيتعجن في المعجنة، بيخش في العجينة ما بيقلب بتعرفش ميسي. تطلع ما الشعرة من بفهمش، العجينة. انا ما بفهمش، كنت دايما اشوف الاسماعيلي كده اللعيب يبقى عادي، يعني اشوفه عادي بيلعب في تيم تاني تمام كويس، لعيب كويس يعني زي ما انت كنت توصف كده، طبعا. لعيب كويس يتحط عندكم في الاسماعيلي يقلب ميسي. طبعا. لا فكنت بحس انه هو الاسماعيلي محتفظ بالخلطه بتاعته هو فقط، حتى كمان هذه الميزه يعني اسباب برضو، اسباب. اسباب اللي اصل انت المشكله من تحت مش من الفريق الاول، المشكله من تحت. يعني هات عناصر طلعت الفريق الاول من ناشئين زي ما طلعت على ايامنا احنا. لا على ايامنا كان كله طالع، عبد الله السعيد، عبد الله الشحات، شريف عبد الفضيل، ابراهيم يحيى، احمد خيري، عدي لك حاجات كتيره جدا واسماء هاي كبيره جدا، محمد صبحي، احمد الجمل، محمد محسن ابو جريشه، محمد حمص، كل دول مدرسه النادي الاسماعيلي من الناشئين. فانت لو هتتكلم على الاسباب ابراهيم زي ما بقول لك، وحسني عبد ربه طبعا حسني الاسماعيلي واحمد فتحي واحمد فتحي ومحمد عبد الله، كل الناس دي كلها، فانا كل دول طالعين من الاسماعيلي من الناشئين. من الناشئين اسماعيلي. طيب فانا مش يعني زي ما بقول لك، انا مش في وقت ده انا عايز المسانده برضو، لا اول لا اخر وقت يعني، لكن اللعيبه هي اللي في ايديها كل حاجه دلوقتي. انت عارف ان كل الناس بتقول نفس الكلام، ان هو ده وقت اللعيبه، لان هو جاله من كابتن محمد ابراهيم. كابتن محمد جاي من مدرسه كرويه منمقه ومنسقه عندها فلسفتها، جاي من مدرسه الكابتن ايهاب جلال، اكيد عنده افكاره اللي عايز يحطها في الملعب. بس انا اتفرجت على ماتش المقصه اللي فات، اتفرجت على الماتش كله. لما تكون انت متقدم 2-0 وبعدين تسمح للتيم ان هو يرجع 2-2 وبعدين تضيع ضربتين جزاء، يعني انا لو حطيت نفسي مكان الكابتن محمد ابراهيم هيجي لي حاجه توفيق. يعني مش ممكن. طب بص، اعمل ايه يعني؟ هو توفيق يعني، وفرص كتير بقى. هقول توفيق يعني، انا هجيبها من ناحيه التوفيق. بس انك تبقى متقدم 2-0 دي برضو النادي الاسماعيلي من بدايه السيزون، من بدايه الموسم السنه دي ما حصلتش. فانا شايفها خطوه كويسه. انا عايزه يعني، انا بشمشم على اي حاجه ايجابيه، عايز احط رجلي على سلمه او بدايه الجمهور او السلمه الايجابيه ان اللعيبه تحس بالمسؤوليه. بس تحس بالمسؤوليه. انت بنيت، انت الماتش اللي فات كنت كسبان 2-0 وتعادلت، خلاص الماتش اللي جاي ان شاء الله ربنا يكرمك، او الماتشات اللي جايه طبعا كلنا بنتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي انك تكسب، مع احترامي لكل الانديه طبعا. لكن ابني بقى على كده، لازم تحس انت بتلعب فين ولابس تيشيرت ايه والمحافظه اللي انت فيها بتحب الكره قد ايه. الوضع صعب جدا، ولازم لعيبه النادي الاسماعيلي تسمع الكلام ده كويس قوي، ان الموضوع معاهم هم. احنا النادي الاسماعيلي مش هيعرف يجيب لعيبه جديده، اتغير عليهم اجهزه كتيره قوي، اجهزه فنيه كتيره السنه دي، فخلاص بقى اللعيب مش في الاجهزه، خلاص بقى، خلاص بقى هتوصل لمرحله ان الناس مش هتقول المدرب وحش. خلاص انت دلوقتي خلاص محدش هيقول المدرب وحش، لازم اللعيب يفكر كده، محدش هيقول المدرب وحش، خلاص انت وصلت لمرحله، لا انت يلعبوا هيبقى عشان انت فيك نفسهم. المشكله. انت قلت كلمه مهمه جدا جدا، ما يعني يتكتب في التاريخ طبعا، انه حاجه ان ايجابيه، فلان وفلان وفلان نزلوا النادي، يتكتب في التاريخ انه فلان وفلان نزلوا النادي، بتبقى كارثه يعني، كارثه. تبقى كارثة.